عشان عدد البياعين بتوعنا وصلوا 150 بياع، عشان عدد مشاريعنا بقت الضعف، عشان اويو دي بقى ليها وضع ومكانه خاصه. وزي ما قلت لك السنه اللي فاتت شهر 12 في المعرض بتاع نكس موف، احنا جايين احنا موجودين اهو دلوقتي بالشكل ده، اكبر من الاول، عدد اسر اكتر من الاول، عدد مشاريع ضعف الاول. لو هنعمل متابعه لاخر تصريحات حضرتك قلتها لنا في جورنال المال، ان انتوا داخلين تنفذوا مشروعات على مساحه 4 مليون متر، نفذتوا منها قد ايه خلال الست شهور؟ ابتدينا الشهر اللي قبل اللي فات، دخلنا في مشروع ازادير في التجمع الخامس، ده 17 فدان في الجولدن سكوير، في ودي سموا عليها الصفريه، ان احنا كسرنا الصفريه واحنا الشركه الوحيده اللي دخلت واشترينا الارض. بعديها على طول دخلنا على العاصمه الاداريه وخدنا 50 فدان اب كومينج، الساحل الشمالي ورا 6 اكتوبر ورا العين السخنه، ورا العين السخنه تاني 2500 فدان، وهنبقى المطور الصناعي الاكبر في مصر والشرق الاوسط. حضرتك بتقول لي 50 فدان في العاصمه الاداريه الجديده؟ بالظبط. في حين مثلا ان في شركه تطوير عقاري ثانيه اخذت 450 فدان فهي اللي بتفرض سعرها، انت ازاي هتقدر تنافس؟ انا عارف انت بتتكلم على مين، هو سعره نزل كام؟ 16 ل 22، انا نازل 10750 على 7 سنين، من 4 سنين ل7 سنين، المقدمات عندي بتبتدي من 1% اللي هو اقل من اول قسط عنده، فبالتالي مش النساجون اللي حد يقدر يفرض عليها تسعيره معينه. انا دلوقتي زبون عادي وجاي بدور على وحده سكنيه اسكن فيها بشكل شخصي وليس استثمار. بالظبط. حضرتك ترشح لي ايه من عندكم؟ عندنا العاصمه الاداريه وعندنا ازادير، احنا كل مشاريعنا سلمنا اكتر من 5000 وحده سكنيه، ولازم لما اتكلم مع حضرتك على كلمه التسليم، هو تسليم فعلي وليس تسليم على ورق. بمعناه ان المدن بتاعتي في اسر عايشه، في خدمات، في مرافق، في حياه، انا اقدر كشاب جديد لسه عندي اسره جديده اعرف اعيش واكون اسرتي واكبر. فانا ما عنديش مدينه اشباح، انا ما ببيعش المستثمرين، انا ببيع لناس ساكنه بالفعل. انا شاب ولسه ببتدي حياتي، اجي لك ومعايا فلوس قد ايه تصلح كمقدم لوحده سكنيه عند حضرتك؟ في العاصمه الاداريه انت ب 14000 جنيه تقدر تتملك وحدتك. في دايما في السوق يقول لك زيرو داون بيمنت، بس هو ياخد منك اول قسط. اول قسط ده يمثل من 2 ل 3.5% من قيمه الوحده، انا باخد منك 1% بس اللي هو 14000 جنيه. ف 10750 1% مقدم، اسم استاذ محمد فريد الخميس غني عن التعريف، هشتري وانت مطمن.